أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذه الحلقة التي سوف نتحدث فيها بإذن الله عن جلالة الملك الحسن الثاني ملك المغرب رحمه الله، علاقاته بمصر، دوره، تأثيره في السياسة الإقليمية، علاقاته بالغرب، بفرنسا، بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني تحت مظلة شخصيات وأزمات نحن نتعرض لأسماء معينة من كبار الشخصيات الذين عرفتهم في حياتي، وببدأ بالساسة. وتحدثت من قبل عن جلالة الملك حسين عليه رحمة الله، الحسين بن طلال الذي رحل عن عالمنا منذ سنوات وترك فراغا كبيرا في المنطقة. اليوم أتحدث عن ما يمكن تسميته بابن عمه، لأنهما معا ينتميان إلى البيت النبوي الشريف. وطبعا مسألة الأشراف والبيت النبوي الشريف لا يستطيع أحد أن يجادل فيها، ولا يستطيع أحد أن يؤكدها أيضا. يعني الدماء بتختلط والشعوب بتتقارب، إنما في النهاية دعنا نقول أنهما معا من يعني الدوحة النبوية الكريمة. الملك الحسن كما هو معلوم هو ابن الملك محمد الخامس. الملك محمد الخامس أقصي عن عرشه فترة وجيب بداله بن عرفة، والفرنساويين لعبوا في الموضوع، ورجع الملك الحسن الثاني بعد النفي، وكان معاه ابنه ولي عهده الحسن. وتوفي الملك محمد الخامس في عملية التهاب لوزتين، يعني كانت الجراحة مفروض بسيطة، ولكن في وقتها ربما لم تكن الجراحات متقدمة بهذه الصورة. والمصريين يتذكرون الملك محمد الخامس أنه وضع يده على زر الاحتفال ببدء العمل والتشغيل في السد العالي، بدء العمل في المشروع مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. أنا متذكر هذا الآن، وإحنا بنتكلم بقى عن سد النهضة، والسدود مسيطرة على عقولنا بشكل أو بآخر في هذه الفترة. الملك محمد الخامس رحل عن هذا العالم، وتولى بعده الملك الحسن. الملك الحسن تولى العرش في سن مبكرة، وأثبت دهاء وقدرة في الحكم. ويبدو أن كرسي الحكم لما ابتضع عليه شخص ملك أو رئيس بيطفي عليه هالات وقدرات لم تكن منتظرة، وبالتالي تألق الملك الحسن تماما. وبيحصل حتى كتير مع السادة، ما الناس كانت بتتنظر على السادات، فإذا به من أبرز زعماء النصف الثاني من القرن العشرين في مصر بعد جمال عبد الناصر، تنظروا على النحاس في الأول، وتنظروا على ترومان في أمريكا. محدش بيقدر أبدا يعرف أنه الكرسي بيصنع من صاحبه شيئا ما له قيمة كبيرة جدا. الملك الحسن كان له أخ مولاي عبد الله ابن الملك محمد الخامس، والملك الحسن أنجب يعني ذرية، أهم من فيهم هو الملك محمد السادس الذي يتولى العرش الآن، وشقيقه مولاي رشيد. الملك الحسن احتفظ بدائرة علاقات ضخمة جدا في العالم، ولعب أدوارا كبيرة. وأعتقد معي كل المؤرخين المنصفين والخبراء والمحللين للعلاقات الدولية أن الذي أجرى اقتحاما في الصراع العربي الإسرائيلي بواسطة السادات عام 77 هي نصائح الحسن الثاني. الحسن الثاني يعتبر عراب كامب ديفيد، وأظن كلنا متذكرين أنه بعد ما وقع الرئيس السادات كامب ديفيد عاد إلى المغرب عن طريق المغرب حتى يتحدث مع الملك فيما فعل وفيما أنجز. وعارفين حسن التهامي عليه رحمة الله اللي كان نائب رئيس وزراء مصري وكان سفير في فيينا اللي أنا كنت سفير فيها في يوم من الأيام. حسن التهامي ده من الضباط الأحرار، وشخصية لها يعني خصوصية معينة كده، شخصية خاصة للغاية. حسن التهامي هذا التقى ببريز في أحد مساجد الرباط بترتيب من الملك الحسن. روايات كثيرة بتقال، وأظن الأستاذ هيكل تعرض لجزء كبير منها، ولكن على كل حال لا نستطيع إلا أن نقول أن الملك الحسن كان هو أحد الآباء الروحيين لترتيب العلاقات العربية الإسرائيلية. تعرفين المغاربة ما خلوش اليهود يخرجوا من عندهم، ودي ميزة احتفظوا بيهم، دي فيها تعددية. وكان حتى أحد مستشاري الملك الحسن نفسه وابنه من اليهود، وعملوا في البلاط الملكي وظلوا على علاقات قوية جدا بالعرش المغربي. أنا متذكر أن أنا شفت على التلفزيون في يوم من الأيام الملك الحسن في زيارة لفرنسا
ورأيت بعيني، كنت سافرت في فيينا ساعتها في أواخر التسعينيات قبل رحيلي بسنتين ثلاثة، الحاخامات اليهود ينحنون على يد الملك ويقبلونها لأنهم من أصول مغاربية فيتصرفون كأي مغربي مع ملكهم. فالحقيقة يعني كان منظرا ملفتا بالنسبة لي تماما، واعتبرته يعني شكل من أشكال أن يقبل يهودي رجل دين حاكم مسلم، تركت معاني إيجابية لدي في ذلك الوقت كرد فعل لمعاناتنا مع الصراع العربي الإسرائيلي لسنوات طويلة. الملك الحسن كان لديه قدرات خطبية ولغوية رائعة. أنا متذكر مرة أنه قابل الرئيس المبارك وكنت معه في القصر الملكي، والقصور الملكية في الرباط والمغرب حدث عنها ولا حرج. قال له في الخطبة: إنني أحتفي بك ولدي من دواعي الشوق ولواعج المحبة، لغة عربية رصينة للغاية. لأن يذكر للبيت المغربي أنه اهتم باللغة العربية وبالدراسات الإسلامية. ولذلك الملك الحسن زي ما أنتم عارفين بيعمل حاجة اسمها، ولازالت مستمرة كتقليد حتى الآن، الليالي الحسنية التي يستخدم فيها بعض علماء المسلمين، الشيخ الأزهر، دكتور محمد سعيد اللي كان قتل مؤخرا عليه رحمة الله السوري، وغيرهم من علماء المسلمين الذين يسعون إلى حضور هذه الليالي وفي حضور الملك يجلس ويستمع على الأرض ومعه سفراء الدول الإسلامية وغيرهم. الملك بيرسي تقاليد إسلامية وعربية قوية جدا في بلاده. ساعده على ذلك طبيعة المغاربة، شعب فيه مزاج من الثقافة الأوروبية الإفريقية، من العربية الإسلامية ومن الحضارات الأخرى في المنطقة. الشعب المغربي في معظمه يتحدث الفرنسية أيضا، دي بتفتح آفاق. ولذلك بصراحة ما غير ما حد يزعل، دول المغرب العربي أكثر التصاقا بالعالم المتحضر واندماجا فيه منا نحن، مصر وشرقها. نحن إلى حد ما يعني فينا فكرة العروبة والأفريقية والأسيوية أوضح من فكرة الأوروبية. لكن أنت لو خدت المثلث بتاع تونس والمغرب والجزائر ستجد أن الأمر مختلف تماما. حتى في موريتانيا مختلف. أنا ذهبت لموريتانيا أيام جولة جامعة الدول العربية وكنت زرتها من قبل، تجد اللغة العربية واضحة جدا هناك، شعراء ومحدثين، حضارة قديمة في اللغة والثقافة. المغرب اللي هي قبلها قد لا تكون اللغة العربية بنفس الوضوح، ولكن لديهم فلاسفة مسلمون وعلماء وكتاب ولغة خاصة. يعني دائما يقول لك السلطات، يقول لك السلط، السلط تعبيراتهم، المسائل الجهوية والقضايا في تعبيرات كده تحس انها مغاربية، عليك ان تدرك انها قدمت الينا من هناك. المغرب دولة لها خصوصية جدا، كل مدينة لها شخصية. الدار البيضاء مدينة كبيرة ومكتظة بالسكان، عاملة زي اسكندرية او زي القاهرة. الرباط عاصمة سياسية، وفي حاجة غريبة جدا، كل البيوت اللي على الشاطئ مدية ظهرها للشاطئ ووشها لجوه. تفهمش يعني مش عايزين يواجهوا البحر، ربما نحر البحر، مشكلات البيئة إلى آخره. المطار الرباط مش المطار الأساسي، المطار الأساسي في المملكة المغربية هو مطار الدار البيضاء. تروح مكناس تلاقيها مختلفة، تروح فاس تلاقيها مختلفة، مراكش تلاقيها مختلفة. كل ده مدينة ولها شخصية. طنجة رحتها لزيارة صديق العزيز السفير محمد عيسى الذي كان وزيرا للثقافة ووزيرا للخارجية وراعي مهرجان أصيلة كما هو معروف، وزرته في بيته هناك وأعجبنا كثيرا بطنجة والشمال، وكنا على بعد أميال قليلة من الساحل الأوروبي تكاد تلمح منطقة جبل طارق والشاطئ الجنوبي لأوروبا. وفي أصيلة مدينة يعني تشم رائحة التاريخ، الحواري الضيقة والبيوت العتيقة، المغرب الحقيقي. يعني ما كانوا يقولوا زمان حي المغاربة في اسكندرية كنت أندهش، ولكن أنا عايز أقول إنه التكوين السكاني لغرب مصر كله جاي من منطقة المغرب العربي. ويكفي أن يعلم الجميع أن الأمازيغية لغة البربر لا زالت مستخدمة في واحد سيوة، لأنه هجرات بنو هلال لما جم من تونس استوطنوا مناطق معينة، معظمهم أصبح جزءا من الأصول السكانية في صعيد مصر أيضا. ولذلك
أنا من محافظة اللي هي البحيرة، تجد البحيرة غرب الإسكندرية كله، لأن شرق الإسكندرية كله حضارة الأرز، غرب الإسكندرية كله حضارة الكسكس، وحتى كانوا يسموها حضارة الزعبوط والكسكس. ليه؟ لأن دي دول بينها خصائص معينة في اللبس وطعامهم الرئيسي هو ده، وبالتالي كان بينهم شخصية متميزة لمنطقة المغرب العربي. محافظات زي الفيوم، محافظات زي الصحراء الغربية، الوادي الجديد، غرب المنيا، غرب البحيرة، كل المناطق دي كلها من أصول مغربية. بل تروح بعيد ليه؟ كل الأضرحة الشهيرة من سيدي الشاطبي لسيدي المرسى أبو العباس لسيدي إبراهيم الدسوقي، كل دول وغيرهم، كل الأضرحة الكبيرة المشهورة، أبو الحسن الشاذلي غيره، جاية من منطقة المغرب العربي. حتى الضريح اليهودي اللي موجود في مدينة دمنهور عاصمة محافظتي أتى من المغرب، أبو حصيرة. ولذلك الدور المغربي في الثقافة المصرية، التكوين المغربي في العقلية المصرية موجود تماما. وانت لو عشت في اسكندرية شوية وشفت بعض المناطق، ولو مشيت بقى على الساحل الشمالي وشفت المباني البيضاء والعلاقة بالمية نفسه امتداد للساحل الليبي على طول، فتشعر بوحدة المكان وان مصر دولة مغاربية. ولذلك حاول السيد عمرو موسى وهو وزير خارجية ان تكون مصر عضو مراقب في الاتحاد المغاربي، واعترض البعض ان مصر لوحدها اتحاد مش محتاجة تبقى في أي تنظيم إقليمي عربي، لأنها هي قلب العالم العربي وأجنحته في المشرق وفي المغرب، ولا داعي لأن تكون هي عضوا في أحد هذه الاتحادات أو التنظيمات الإقليمية. أعود إلى الملك الحسن الثاني الذي استطاع بقدر كبير من الخشونة والقوة والصلابة أن يسيطر على دولة المغرب بإحكام، وكان لديه جهاز أمني وبوليسي يترأسه واحد اسمه الجنرال أفقير. جنرال أفقير ده جعله ينتحر أمامه، يعني يطلق على نفسه الرصاص أمامه بعد أن خان مليكه الذي أسدى إليه خدمات كبيرة من قبل. أفقير ده هو الذي قتل بن بركة المناضل المغربي الذي كان يناهض الملك الحسن سياساته، واستدرج إلى شقة في باريس وأشرف على عملية اغتياله وقتله أفقير نفسه. وأعتقد أن البوليس الفرنسي كان ضالعا في شيء من ذلك، وظهرت كثير من الكتابات والمذكرات التي توحي بهذا المعنى، باختطاف بن بركة وتقديم لقمة سائغة لخصمه الملك ورجله الدموي أفقير. كانت جريمة نكراء لا زال الناس يذكرونها حتى الآن. وكانت أسرة المهدي بن بركة موجودة في مصر في عصر عبد الناصر، عندما كان يأوي كل اللاجئين السياسيين إلى هذا الوطن يحتمون به ويلوزون بأرضه. الملك الحسن الثاني عليه رحمة الله كان شخصية فيها كثير من أسباب التداخل والتناقض، على علاقة قوية بكل الأجهزة الأمنية في العالم، على علاقة قوية بالعرش السعودي والعائلة السعودية، على علاقة قوية مع مصر، لدرجة أن مصر في الحاجة اسمها عندنا اللجنة المشتركة للعلاقات المصرية المغاربية لم تكن برئاسة رئيس مصر وملك إلا بالنسبة للمغرب، ما عدا ذلك على مستوى رؤساء الوزارات. هو مؤخرا الرئيس مرسي حاول أن يجعلها مع الرئيس البشير بين مصر والسودان على مستوى الرؤساء، إنما طول عمرها كانت على مستوى رؤساء الوزراء أعلى حاجة، غالبا على مستوى وزراء الخارجية، وإذا امتدت تبقى رؤساء الوزراء. كنا مع المغرب على مستوى رؤساء الدولة في الحالتين، الملك ورئيس الجمهورية، تقديرا لمصر ودورها. الملك الحسن اعتبر كأنه شخصية ساحرة في تاريخ بلاده، تعرض مرتين لاغتيال محقق وأعلنت وفاته تقريبا ونجا من المرتين. أول مرة كانت حادثة قصر السخيرات في ضواحي الرباط، وكان عامل احتفال وفي كل السفراء الأجانب وغذاء، والمائدة المغربية حدث ولا حرج، يعني لازم تسأل كده أول ما بتاكل إن في كام أنواع من الطعام هتيجي عشان ما تغرسش في طبق وتشبع. كل شيء موجود، كرم جنوني، وفي فقراء أيضا في المغرب بالتأكيد. اللي كان ملحوظ بشكل واضح إن الملك مسيطر على القبائل ومسيطر على الشعب، وفي قبضة حديدية على كل الأطراف. في السخيرات
بدأ بعض الطلاب الكلية العسكرية هجموا على القصر وبدأوا يضربوا نار وكله هرب. حتى كان عندنا سفير محترم جدا عليه رحمة الله من دفعة جمال عبد الناصر وكان قاعد في المغرب سنوات طويلة، دخل تحت الترابيزة وجنبه واحد ما يعرفوش، فبعد ساعتين كده رصاص سكت، قال له هم خلصوا من ابن الكلب ده، انت ما انتش فاهم. طلع اللي جنبه ده ولي العهد، فناداه الحسن وقال له تعالى أكرمناك فغدرت وحصل كذا، أنا أستطيع الآن أن أقتلك، بنفذ أحكام إعدامه بعد أن استتب له الأمر بعد ساعتين. وقتل سفير بلجيكا، وكان فيه جنرال مدبوح، فيها أسماء كثيرة جدا يعني لا داعي لإقحام المشاهد في تفسيرها، ولكن في ذلك اليوم أجرى الملك عملية تصفيات جسدية كبيرة. ملك قوي وعنيف وفيه خصائص خشنة وليس مجرد شخص يعني تربية فرنساوي أو مدلل فقط، لا. في ذلك اليوم قال له ليس أمامك إلا أن تعود إلى بلادك، مدنا لك في عهد في عهدي الكثير وفي عهد أبي والآن انتهى الأمر. قال له أنا ابني بيدرس طب هنا، قال له يبقى، وبقي إذن ابنه حتى الآن طبيبا شهيرا في المغرب. ذلك هو الحسن الثاني الذي نريد أن نبحث في جوانب أخرى من حياته الثرية والعريضة. الملك عندما وجد أن القصر قد اقتحم تظاهر بالوفاة، ويعني كان داخل أظن أحد الحمامات أو حاجة، ثم خرج فجأة وجد بعض الشباب الصغيرين وقال لهم الله يبارك سيدنا الملك عايش، يعني انفعلوا وأيدوه وسقط الانقلاب. يعني التركيبة المغربية تركيبة خصوصية، والملك له يعني تأثير ديني، يعتبر أمير المؤمنين هناك، وكما قلت لكم قام بعملية تصفية دموية أشرف عليها الجنرال أفقير في ذلك الوقت وزير داخليته ورجل المفضل، وكان لا يتحدث العربية بطلاقة، من أصول بربرية وتعليمه فرنسي بالدرجة الأولى، ولكنه كان رجل الحسن وأداته في البطش والقمع والقتل عند اللزوم. المناسبة الثانية بقى فيش بعد كده بقى، أطلقت على طائرة الملك صواريخ من طائرات أخرى جوية وأصابتها، وكان لابد أن يقتل الملك. أعلن هو من الميكروفون الداخلي للطيارة أن الملك قد قتل حتى يقف الأمر، واستطاع بدهاء طياري أن يهبط، وفوجئ أن الكل يستقبله وليس فيهم أفقير، فعرف أن أفقير وراء المحامرة، وجعله ينفذ في نفسه حكم الإعدام حسب أكثر الروايات شهرة. البعض يقول انه هو اللي ضربه بايده، لكن البعض الاخر بيقول انه قال له اطلق على نفسك الرصاص، ليس امامك حل اخر. وحبس حتى اسرته بعد كده، اسره افقير وبنت افقير، طلعت كتاب شهير حكت فيه سنوات الحبس وسنوات الحبس والمنفى وامها والمعاناه التي كانوا يعانونها في سجون الملك الحسن. الملك الحسن يعني كان يبطش بخصومه بطشا شديدا، وفي نفس الوقت كان يناور وياتي بالمعارضه، وقبل ما يرحل عن عالمنا دعا زعيم المعارضة ليشكل حكومة. فهذه الشخصية بهذه التناقضات والازدواجية جعلت له يعني مزاج خاص بين الحكام العرب. وطبعا كان له مع القذافي فيلم مشهور قصص، القذافي ما رضاش يسلم عليه إلا لابس جوانتي عشان الحسن صاحب في صافح اليهود. إنما الحسن كان يستطيع أن يتجاوز كل هذه الأمور، ويقال أنه هو وحكومته هم الذين سلموا عمر المحيشي للقذافي الذي قتله مباشرة عند هبوط الطائرة. قالوا له انت رايح تعمل عمرة، كان لاجئ في المغرب من الضباط الأحرار اللي كانوا يعادوا القذافي جدا، وجابوه نزلوا به في مطار طرابلس، ووجد أعضاء مجلس قيادة الثورة منتظرينه، ومات بالقتل، في قتل في الحال. يعني الملك الحسن كان يستطيع أن يقوم بأدوار كثيرة ذات طابع سياسي أمني، وأن يقوم بصفقات دولية كبيرة. لم يكن رجلا سهلا، ولكنه كان حاكما قويا لبلاده حتى اشتد عليه المرض في الآخر ومات فجأة، أظن في 23 يوليو سنة 1999 حاجة كده. أنا كنت في فيينا بلملم أوراقي وعفشي، فسمعته في الراديو، وأنا الذي أبلغته عبد الرحيم بن موسى
سفير المغرب، قلت له إن الملك رحل منذ دقائق، لم يكن يعلم حتى لسه ما كانش تابع. يعني هو في رحاب الله، كان محبا للطرب المصري للفن المصري، كان شديد التعلق بالفنان عبد الحليم حافظ، يقيم له الحفلات ويذهب في العيد السنوي للعرش، وله أغنية شهيرة في عيد ميلاد مولاي رشيد، قطعة نادرة من الفن الرائع اللي عبد الحليم حافظ ما يعرفهاش المصريين، إنما يعني هذا الغصن من ذاك الفنن ومش عارف إيه الحسن، قصيدة رائعة وبيغنيها بصوت شجي، وبرضو يبدو لما يبقى في كرم الحكام والملوك والإغداق على المطرب صوته بيتحسن زيادة شوية على ما يبدو. فعبد الحليم حافظ كان يغني للملك، وكان بياخد معاه بقى مجموعة كبيرة جدا من ملحنين ومؤلفيه وبطاناته، وكان معهم المصور الشهير عليه رحمة الله فاروق إبراهيم اللي مات بعد الثورة بأيام قليلة ولم يشعر به الكثيرون، وكان مصورا مبدعا وشخصية يعني فيها قدر كبير جدا من الوعي واليقظة. الملك الحسن استضاف كثير من لقاءات القمة، استضاف كثير من الحكام العرب، عقد علاقات طيبة نسبيا مع جمال عبد الناصر، ولكنه كان في لحظات معينة ما بيحبش لا البعث ولا الناصرية ولا الاشتراكية، شأن كل الحكام التقليديين في المنطقة العربية. ومرة أحمد بهاء الدين كان هناك، الصحفي والكاتب الكبير القامة العظيمة في تاريخ الكتابة الصحفية، اتهموه ان بعثي وطردوه من المغرب، ما خلوش ينزل من الطيارة. يعني عايز اقول ان المغرب كان دولة بتحتضن افكار معينة وتقوم بصفقات معينة وتلعب ادوار معينة، دولة مش هينة. وانا متذكر احنا مرة بنسأل احد المفكرين العرب الكبار اللي عايش في باريس، ما هي الدولة التي تعتقد ان امامها فرصة كبيرة للحاق بالمجتمع الدولي المتطور؟ وكانت اجابته بلا تردد هي المغرب. فأنا هقول ما هو أشد من كده، جيسكار دستان كان رئيس لجنة إعداد دستور الاتحاد الأوروبي اللي كان رئيس فرنسا زمان أيام السادات، اللي غنى فيهم الشيخ إمام، الرئيس جيسكار دستان والست بتاعه كمان، ومش عارف هنشرب برفان. يعني في فترة كان في انتقاد لسياسات السادات، وكان أياميها بيتم التندر على جيسكار دستان الرئيس الفرنسي، وكان بيغنى مثل هذه الأغاني الشعبية التي تعطي تأثير خاص خصوصا إذا صدرت من بعض أبناء الطبقة الشعبية وفي الأحياء الشعبية. المهم جيسكار دستان ده لما كان رئيس لجنة إعداد الدستور بتاع الاتحاد الأوروبي، بيسألوه مرة عن دخول تركيا الاتحاد الأوروبي، ده حلم تركيا تقبل أن تكون في ذيل أوروبا بدلا من أن تكون في مقدمة الشرق الأوسط، لمن لا يعرف عليه أن يعرف، تركيا حلمهم التاريخ وعدلوا نفسهم وعملوا مع أوغلان اللي عملوه وبيحلوا المشكلة الكردية وأوقفوا أحكام الإعدام وعملوا تعديلات ديمقراطية، اشمعنى اليونان تخش وهم لا؟ ده قبرص اليونانية دخلت. ولذلك هم يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي واللحاق به في دول بتعارضهم في مقدمتها فرنسا. على كل حال جيسكار دستان قالت بتكلموا على تركيا تخش الاتحاد الأوروبي، لا أنا عندي أولى منها المغرب. شوف الأوروبيين بيفكروا إزاي، قال لك دي على السواحل بتاعتي على بعد أميال قليلة، وثقافيا هي جزء مننا باللغة الفرنسية والحضارة الغربية، وطبعا هو الجزء الإسلامي هو اللي بيقلق الاتحاد الأوروبي، بيخاف إن دولة زي تركيا بعدد سكان كبير يدخل زي ألمانيا وغيره، يبقى وزنه في مجلس البرلمان الأوروبي يدي ثقة للجاليات الإسلامية هناك. يعني عايز أقول إن الخلاف مع تركيا مش خلاف سياسي بس، ديمقراطية وأحكام إعدام وحريات، لا قضية أخرى، إنه هو متردد في أن يقبل في النادي الأوروبي كيان ينتمي إلى الحضارة العربية الإسلامية عاصمة الخلافة، ولو أنهم تباكوا عليها مؤخرا كثيرا في الغرب وكتابتهم، وهذا يفسر إلى حد كبير جدا جزء من لجوءهم لجماعة الإخوان المسلمين ودعمها، لأنه عايز يشوف كبير للعالم الإسلامي ده. الخلافة سقطت، إيه اللي جه بعدها بأربع سنين؟ الإمام حسن البنا بجماعة الإخوان المسلمين، علينا أن نتعامل معهم، هم يستطيعون تهدئة الشارع، نستطيع أن نقول لهم يعني افعلوا كذا وقفوا معنا في كذا زي زمان،
لما كانت الدول الأوروبية تروح للسلطان العثماني وتقول له عندك قلاقل في أفغانستان، عندك اضطرابات في حدود مع العراق، عندك مشكلة في مصر، خلي محمد علي رجلك القوي يروح يسكت القبائل المتمردة في السعودية، الحجاز في ذلك الوقت. لا، كان فيه إحساس بإمكانية استخدام كبير العالم الإسلامي للتهدئة. أنا ليه أنا الولايات المتحدة الأمريكية أحارب بقواتي وعلى غير أرضي وبأموالي؟ ما يقوم بها حد ثاني بدال، يعمل التهدئة في الصراع العربي الإسرائيلي ويعمل لي حاجز سني أمام الهلال الشيعي، وأستطيع أن أتعاون معه إذا استطاع أن يحفظ الاستقرار. ومن الآخر كده الأمريكان عندهم اللي يكسب به يلعب به. شوف في مثلا بيقول لك اللي تكسبه لعبه، هم كده. فبيقول لك والله مالك الاستقرار أبا معاه، لو ضعفوا حاسبهم زي ما سبت مبارك وزي ما سبت بن علي وزي ما سبت غيره حاسب غيره. ما عندوش عزيز. الحكاية مش حب وكراهية، الحكاية استفادة من عدم استفادة، مصلحة أو لا مصلحة. الملك الحسن الثاني تقدم بالمغرب ولكنه تحاشى المنطقة الشمالية طنجة، كان بيعتبر أن المؤامرات بتأتي من هناك وأن المعارضة بتتمركز هناك. لما جه ابنه بقى مشي مشية تانية خالص خالص. محمد السادس آمن بالتعددية وبالحريات وقبل انتقاد أبيه وقبل فتح ملفات حكم والده وقبل تعويض المسجونين والمضارين ومن قتلوا. في مرة مجلة عندنا رصينة جدا اسمها وجهات نظر كتبت عن فضائح الملك الحسن وبعض ما يعتبر يعني جرائم في حق الإنسان وفي حق المعارضين، واستحى أصحاب المجلة أن يرسلوها إلى المغرب في ظل محمد السادس ابن الملك، ولكنهم فوجئوا بأن السلطات المغربية تطلب المجلة وتوزعها على نطاق واسع في المغرب. شوفوا الدهاء والذكاء. يعني لم يقف مدافعا عن أبيه بالحق والباطل، ولكن استطاع أن يأخذ طريق ذكي للغاية. وعندما ذهب إلى طنجة لأول مرة اللي كانت مقاطعة، استقبله العشرات الألوف بالتهليل والتكبير فرحين بالملك الشاب. وأنا شخصيا رأيته، أنا رأيت طبعا الملك الحسن كثيرا مع الرئيس السابق مبارك عندما كنت أعمل معه، ورأيت الملك محمد السادس مع السيد عمرو موسى عندما ذهبنا إليه لإقناع كل من الجزائر والمغرب بقبول حضور القمة الإفريقية الأوروبية سنة 2000. وكان الاثنين عشان مشكلة الصحراء كل واحد مش عايز يجي وكل واحد مقموص من التاني، فذهبنا إلى الرئيس بوتفليقة وجلسنا معاه وضيعنا حوالي نص ساعة نتكلم عن مسلسل أم كلثوم اللي كانت عاملاه صابرين ياميها. وبوتفليقة راجل مثقف وفاهم مصر وعارف المنطقة كويس. لما رحنا بقى لمحمد السادس كان جايب واحد شاب مدير مكتبه وزميله في الدراسة، فوجئت أنه يعرفني. فالحقيقة برضو حصل لي كده نوع من الغرور الداخلي وحدثني عن بعض كتبي وبتاع. دخلنا للملك. الملك قال للسيد عمرو موسى بعد الحفاوة والترحيب بأي لغة تريدون أن نتحدث؟ أنني أتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية. فأظن لجأنا للإنجليزية يوميها والعربية حاجة كده. أنا بشوف التعليم مستسقيف، أبوك معلم وتعليم إسلامي. أنا مرة على فكرة كنت في مصر في لندن سنة 77 جورج بومبيدو مات اللي هو كان خليفة ديجول، وفي تشييع جنازته في الكاتدرائية الكبيرة في باريس. أنتوا عارفين الملك الحسن بعت مين يمثل المغرب في الجنازة؟ محمد السادس أمير محمد ولي العهد، كان عنده 7-8 سنين كده، قاعد لابس التوب الأبيض المغربي والطربوش وقاعد في الصف الأولاني طفل. فعوده تحمل المسؤوليات من سن صغيرة وجعله قادرا على أن يقود. ولذلك لما تولى العرش استطاع أن يحقق في رأيي أنا قدر كبير جدا من الاستقرار والنجاحات، وأقام ما يمكن تسميته ربيع عربي بلا ثورة، وأن يصل بالمعارضة إلى سدة الحكم، وأن يقدم نموذج يعني متوازن جدا. وأنا عندما ذهبت في جولة دعاية للترشح لأمين عام جامعة الدول العربية استقبلني وزير الخارجية هو وأركان الوزارة وأقاموا لي غزاء رسمي
وشعرت أن أنا أمام دولة مستقرة راسخة. وطبعا كان لي هنا صديق حبيب على كل المصريين بلا استثناء، هو السفير محمد فرج الدكالي الذي نقل مؤخرا سفيرا من مصر إلى تونس، وسوف أتحدث عنه الآن. محمد فرج الدكالي صديق، كنت هو وعالي السفير أحمد خطان سفير المملكة العربية السعودية، والدكتور زاهي حواس، والأخ عمرو بدر، والأستاذ صلاح منتصر، الأخ صلاح دياب، مجموعة كده بنلتقي دايما. وكان رجل من ظرفاء العصر. الرجل ده اشتغل سفير أظن في ليبيا، إذا ما خانتنيش ذاكرة، وسفير في عمان أظن، وفي لبنان وسوريا ومصر، والآن في تونس. جاء مصر 2004، من حظه متعرفش العاسر ولا حظ الطيب، وصل الملك محمد السادس بعد وصوله هو بأسبوع لا يعرف أحدا، وجاي بقى ضيف على الرئيس مبارك عشان اللجنة المشتركة. وقرر، لأنه بلد عندها حس فني، بلد راقية، أن يقيم حفل استقبال كبير مع عشاء لأدباء مصر ومفكريها ومثقفيها وساستها، وعملوا في أحد الفنادق الكبرى، وجاب معاه بقى الطهاه من المغرب والفراشين من المغرب والقهوجي من المغرب واللي بيعمل الشاي المغربي من المغرب. تخش بدل ما يوديك المغرب جابلك المغرب كلها على طائرة خاصة. وبالفعل فوجينا بالموقف. المفروض أن السفير يقدم له الناس، فكان الأخ محمد فرج الدخالي اتفق مع كل من يعرف ان كل اللي داخل يقول اسمه، فهو بس واقف كده بيعمل ايده كده ويحرك شفايفه، وانا مثلا اقول مصطفى الفقي، او التاني يقول زاهي حواس، او الفنانه فلانه، او الفنان فلان. التقى الملك يومها بحوالي 400 شخص من قمم المجتمع المصري وخلاصته، وكانت سهره رائعه. وفي ذلك اليوم عرف محمد فرج الدكالي كل الشخصيات، فالملك اختصر له في مناسبه واحده ما كان يمكن أن يقوم به خلال عام كامل. دي من الحاجات اللي أنا أتذكرها. وأنا مساعد الوزير للشؤون العربية سنة 2000، دعتني منظمة، دعت مساعد الوزير الخارجية بشخصه يعني، بعتت وزارة الخارجية عايزين واحد من الوزارة مستوى يعني كبير شوية من الوزارة يحضر الذكرى الأولى للملك الحسن الثاني سنة 2000، اسمها جمعية رباط الفتح. وذهبت هناك وقابلت بعض الأصدقاء، عباس جرار وزوجته، ويعني لي أصدقاء كثيرين جدا في المغرب، مفكرين وكتاب ومثقفين وساسة ودبلوماسيين. وفي الفندق كانت معي السيدة زوجتي، دق جرس التليفون وقالوا له الرئيس مبارك على التليفون. خير؟ قال لي هو أنت كنت يا مصطفى مع سعد الدين إبراهيم في مركز ابن خلدون؟ قلت له ايوه يا فندم، ومش انا لوحدي يعني، كان كل الاسماء اللامعه موجوده. وبالمناسبه انا بقى 4 سنين غايب، كنت سافر في فيينا، انا لسه راجع من كام شهر. قال لي ده كان له مشكله مع سعاد الصباح وخد منها فلوس، ولولا عبد العزيز حجازي تدخل. قلت له ليه؟ ما كان فيها عبد العزيز حجازي عضو مجلس امناء، وكان فيها عبد الرؤوف الريدي، وكان فيها علي الدين هلال، وكان فيها امينه الجندي، وكان فيها منير فخري عبد النور وعبد المنعم سعيد، وانا كتير من الشخصيات المثقفين دي مالهاش علاقه يا ريس يعني ابدا. اتابي بقى كانت بدات الاجراءات لاعتقال سعد الدين ابراهيم، وهو الرئيس مبارك كان فيه صفه لما يسيطر عليه فكره معينه يفضل يتكلم فيها مع كل الناس، من يعنيه ومن لا يعنيه يحب يحكيها، لانه بيبقى اوبسست بالمعنى الانجليزي كده، انه جرت السيطره عليه، متشبع بالفكره دي. كنا في المغرب في ذلك اليوم، وذهبنا بقى لزيارة المسجد اللي هو أكبر مسجد في العالم، شيء مهول مهول. ولو أن على فكرة مسجد الرحمن الرحيم بتاع محمود العربي ده لو كبير شوية كان يبقى من هذا النمط، وهو عامله على المية، لأن وفقا للآية القرآنية وعرشه على الماء، يعني شيء ضخم جدا، ومبلغ عامله هو عامله يظهر من التبرعات العربية والإسلامية. ودفن في مكان فيه قريب منه،
وأصبح علامة مضيئة مسجد الحسن الثاني. في تلك الفترة التقيت بالمثقفين المغاربة وألقيت محاضرة دعاني إليها المكتب الثقافي المصري على ما أتذكر. ودايما نحن نبعث المغرب سفراء مرموقين، يكون سفير يجيد الفرنسية، سفير متحضر يتعامل مع بلاط ملكي. أنت لما تيجي تبعث لدولة ملكية دبلوماسي ابعث المور ريفايند اللي هو المتهندم أكتر، لأن المراسم الملكية لها طقوس غير الدول الجمهورية والشعبوية كده اللي زي حالتنا كل شيء فيها يمشي. إنما لما تيجي تبعث لدولة ملكية خصوصا زي المغرب عليك أن تدقق كثيرا في الجوانب البروتوكولية في السفير وزوجته. ولذلك كنا نعنى في المغرب بأن احنا نرسل أفضل السفراء الذين لدينا. في ذلك الوقت ألقيت تلك المحاضرة والتقيت بأشقائنا المغاربة وعزموني في مطاعم بتاعتهم اللي في الأحياء الشعبية دي، زي كنت من يومين عند نصير شمة كان عزمنا في بيت العود قدام بيت زينب خاتون، في بيت هناك اسمه بيت الهراوي. بيت الهراوي شيء رائع في أحياء شعبية، وعلى فكرة يرجع الفضل لفاروق حسني في إعادة الرونق إلى هذه المكان. يعني يجب أن نرد كل فضل لأصحابه يا حضرات، مش كل اللي فات سيء، وأنا عارف وأنتم تعلمون أن كانت دولة استبداد وفساد، نعم، إنما كان فيه ومضات. شياكة فاروق حسني في الثقافة أظن أنها كانت إضافة لمصر وليس العكس. على كل حال عندما ذهبت إلى بيت العود ورأيت أنه نصير شم عامله مدرسة لتعليم العود للمصريين والعرب والأجانب وعامل حفلة هناك، شيء رائع يعني يشرف مصر أن تظل دائما كما كانت منارا للعلوم والفنون والآداب، وليتها تظل إن شاء الله. وعلى فكرة مصر يعني آمنة وعامرة إلى يوم الدين، واللي فاهم غير كده يبقى فاهم غلط مهما كانت الظروف صعبة. ده في وقت أنا أقول فيه يريد الخير لبلادي على أي يد، إخواني سلفي ليبرالي، المهم مصري وطني في النهاية. لن أختم حديثي عن الملك الحسن الثاني وأسرته إلا بالحديث أيضا عن مولاي رشيد، شخصية يمضي وراء أخيه دائما في البروتوكول ويوفد في بعض المهمات. ولكن طبعا ترتيب العرش عندهم الابن في الابن، فولي العهد الآن هو ابن الملك محمد السادس وليس شقيقه مولاي رشيد. ولكن يظل الأمير رشيد محتفظا بكل مقوماته ومكانته وقيمته في دولة عرفت أكبر أنواع المعارضة. وأرسلوا لنا مؤخرا سفيرا مرموقا بعد الأخ الدكالي، سفير له علاقة بعلال الفاسي كان مدير مكتبه. حركة استقلال المغرب كانت أحد الحركات المؤثرة في مصر في الخمسينيات. رواق المغاربة في الأزهر الشريف ضم عددا كبيرا من العلماء. المغرب العربي الكبير بمعناه المغاربة، يعني مش المغرب بس، المغاربة بتشمل تونس والمغرب والجزائر. ومن لا يعلم الثورة المصرية جابت شيخ أزهر غير مصري، الخضر حسين تونسي، بمنطق أممية الأزهر وأممية رسالته ومكانته. وزي ما فيه هناك جامعة الزيتونة في تونس عندنا الأزهر، المغرب فيه القيروان. المغرب بلد يربط على زاوية المحيط الأطلسي مع البحر الأبيض، ويعتبر رأس الحربة للعالم العربي في مواجهة الآخر، إلى الحد أن أوباما لما كان عايز يوجه خطابه للعالم الإسلامي كان عنده 4 اختيارات. قيل له جاكرتا اللي هي أكبر دولة إسلامية في عدد السكان وأنت تربيت فيها طفلا مع جوز أمه هناك، قالوا له كده. 2 اسطنبول عاصمة آخر دولة للخلافة. 3 الدار البيضاء آخر نقطة في العالم الإسلامي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في الجانب الآخر من المحيط. البعض قال لا كل ده ما ينفعش، القاهرة هي الأحق. ليه يا باشا؟ قال له هي الإسلام والعروبة وأفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط، وأن يكون منبرك هو الأزهر. فوجدوا الأسباب لوجستية الأزهر مزنوق، فجاء أوباما ووجه خطابه الشهير إلى العالم الإسلامي من منبر قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، وأنا شخصيا حضرته، وكان يوما من الأيام الهامة. Thank you so much. Good afternoon. I am honored to be in the timeless city of Cairo and to be hosted by 2 remarkable institutions. For over 1,000 years, Ulazar
has stood as a beacon of Islamic learning. And for over a century, Cairo University has been a source of Egypt's advancement. And together, you represent the harmony between tradition and progress. I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. وجات لحتى يومها مارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية وقالت لي شفت أنا وفيت بوعدي، أنت قلت لي خلي أوباما يجي يتكلم من هنا، أهو جه من هنا. طبعا هي بتجاملني يعني، هي مش هي اللي عملت، إنما هي الأمر انتهى إلى هذا الحد. أنا كنت قابلتها قبلها وقلت لها، قلت لها خدي بالك المنبر الحقيقي للعالم الإسلامي هو هنا. وعشان يعمل مجاملة طبعا للمملكة العربية السعودية أرض الوحي ومهبط الرسالة، راح بات الليلة هناك وجاء إلى القاهرة. الملك الحسن الثاني واحد من زعماء العالم الإسلامي والعربي الذين رحلوا منذ سنوات وتركوا فراغا ملأه ابنه باقتدار واضح. الملك لعب أدوارا كبيرة ودخل في صفقات كثيرة كان منها في رأيي موضوع كامب ديفيد واقتحام الصراع العربي الإسرائيلي في عصر السادات، رحمه الله ورحم الملك الحسن أيضا، رحمه معنا وكل الذين ذهبوا عن عالمنا. وأنا متذكر أنه مرة الأستاذ هيكل كتب أنه أدار حديثا مع الملك مع أفقير في حضور الملك، وهم قالوا إزاي ده أفقير ما كانش بيتكلم عربي وهيكل ما بيتكلمش فرنساوي ومحدش يقدر يتكلم مع حد في حضور الملك مدة طويلة. ولكن هذا لا يقلل أبدا من مصداقية هيكل وقيمته كراصد لكثير من الأحداث والمواقف. في النهاية لا أملك إلا أن أقول يعني هذه شهادة حق وصدق عن شخصيات وأزمات عاصرتها، ولا أملك في نهاية هذا الحديث إلا أن أقول لكم جميعا شكرا لكم. معمر القذافي كان بيشعر أن له صلة ذات خصوصية بالرئيس عبد الناصر. لو امتد العمر بعبد الناصر ولم يمت سنة 70 بعد شهور من قيام الثورة الليبية لكان الصدام محققا بينه وبين معمر القذافي. الملفات السرية لحياة القذافي الخاصة غاية السوء. القذافي استعرض في فترة الثورة استعراضا شديدا قوته واستبداده. معمر القذافي كان يتعامل مع مبارك مش المضطر، لكن مبارك لم يترك له فرصة لكي لا يكون لطيفا معه. عملية بناء أسس لعلاقات بين مصر وليبيا تذكر كثيرا للرئيس السابق. الرئيس مبارك قام مع القذافي بعملية ترويض صعبة جدا.